ليا كثير من الناس يعني بيشعروا، يعني نحن حتى منه بنشعر بالقلق. صح. امتى اخر مره حسيتي بالقلق وما قدرتي تنامي مثلا بالليل؟ هلا بهذا الوضع الراهن دائما هي على مدار الثواني بنضل حاسين بالقلق، لكن قلق عن قلق بيفرق. اكيد قلق عن قلق بيفرق. هلا حنحكي عن القلق، شعور طبيعي يمر به البشر، لكن قد يتحول الى مرض اذا تجاوز حد معين، يجعله يتضارب مع السير الطبيعي لحياه الشخص وقدرته على اتخاذ القرارات. عن اضطرابات القلق وتاثيرها النفسي رح نناقش هالموضوع مع الدكتور الاخصائي النفسي احمد تاجي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. اهلا. سعد صباحك. هلا شاعر بالقلق انا طلعوا في قلق دكتور. بداية شو هو القلق؟ هلا المشكلة نحن الكلمات هيدي كثير متداخلة مع بعضها بالعامية يعني، بس نحن القلق اللي بتحكوا عليه حضرتكم هو القلق المرضي على الأكثر، ولكن القلق بالنهاية هو دافع، دافع بخلينا ننجح ونتطور، خاصة إذا ما كان حالة مرضية. فالقلق مو دائما نحن نوصفه بالشغل البعبع اللي بخوف، لا، يعني مثل هلا نحن كثير أنا مبسوط إنه اختارت ريم موضوع هذا أثناء الامتحانات. يعني القلق هذا اللي بنصابه فيه الطلاب هو قلق طبيعي، هو قلق بالعكس بيأدي فيهم إنه ينجحوا أكثر، بيأدي فيهم إنه هن يدرسوا أكثر، يفوتوا كلهم شجاعة. فنحن هون لازم نفرق بين القلق والتوتر. التوتر هو حالة جدا طبيعية، حالة عضلية، الجسم بشكل طبيعي لما هو بيتعرض مثلا خلينا نقول ماشي بالغابة وفجأة طلع له نمر، فهو طبعا. إذا كان بده يفكر التفكير المنطقي ويروح للفص الجبهي ويترجم المحرض هذا فبيكون أكله. فنحن أحيانا جسمنا بيعطينا توتر، ليش؟ هو نوع من الحماية. يعني نحن هذا التوتر هو الدماغ بيروح بيفرز الدم للمناطق اللي نحن بحاجة لها، مثلا بيفرز للعضلات حتى نقدر نهرب، أوكي، اللي هي الاستجابة الطبيعية، اللي أهرب أو قاتل أو تجمد، هي الاستجابة الطبيعية للأشخاص وقت بيصير خوف. يعني زلزلتين حية هلأ قدامكم، استجابة لكم أنتوا أول واحدة هي أنه نفهم الموضوع لثواني، يعني نهمد انه حقيقي ولا كذب هذا. بعدين فجأة بيبدأ الجسم بدون اي تفكير بالاستجابة الطبيعية اللي هي بحول الدم كله مثل ما قلت للعضلات لبقبق العين حتى نفهم شو اللي صاير وبنهرب. تمام. فهذا التوتر هو توتر طبيعي، لا يخافوا الطلاب يفوتوا على الامتحان انه هن متوترين، انه قبل ما يفوتوا دقات قلبهم كثير قويه، انه هن مدري، لا، كله هذا طبيعي، كله هذا عم بيساعدهم هن ليتجاوزوا اللحظه الاولى، بس الدماغ عنده قدره ليرجع للتوازن الطبيعي ويرجعوا يقدروا يجاوبوا بطريقه سليمه. بس دكتور مثلا هن مثلا الطلاب هلا القلق تبعهم مثلا بيكون كثير زايد عن حده، يمكن ما يقدروا يناموا، يمكن يصير عندهم صعوبه بالتركيز، اكيد يعني كلياتنا مرينا بهالمرحله، ويعني وهذا الشيء اكيد بده ياثر على دراستهم. كيف انت بدك تنصحهم للطلاب بهي الفتره انه بعدوا عن القلق، ناموا انتم مرتاحين، يعني شو هي نصيحتك لهم؟ تمام. هلا الاعراض اللي ذكرتيها حضرتك مثل العاده هي الاعراض اللي موجوده الحقيقه بتشخيص القلق المرضي. تمام. القلق المرضي بس هيدي الاعراض لازم تترافق على عده اماكن، ان كان بالعمل علاقته مع اهله ولا مدرسته ولا بشغله، وتستمر لمده 6 أشهر حتى نسمي قلق مرضي، اللي هي اضطراب النوم والتوتر العضلي واو استثارة وغيره. ولكن نحن هذا القلق اللي عم نحكي عليه هو ممكن ننظمه نحن بشيء سلوكي بس بكل بساطة. يعني نحن لازم دائما يكون عنا شيء اسمه سلة المهملات. تمام. نمسك فيها اللي يعني نحن المشاكل دائما عنا في إلى شيء له حل وشيء ما له حل. اللي له حل هو مقبول، نقدر نحله خلاص بنلاقي له حلو. اللي ما له حل ونحن عارفانين ما له حل نمسكه لازم بالليل قبل ما ننام ونحطه بسلة مهملات. هي عارفانة هالطالبة هيدي انه هي عاملة كل جهدها، هي أدت كل واجباتها، فنحن هذا الشعور لازم تفكر فيه دائما انه هلا صار وقت الراحة لحتى انا اعطي جسمي حقه حتى يقدر ثاني نهار يرجع يبدأ عمل من اول وجديد. طريقة التفكير، طريقة التعامل مع جسمنا، طريقة الغذاء الطبيعي، كله هذا حيساعدنا لنمرق اذا عم نحكي على فترة الامتحانات. بس برجع بأكد انه لازم نفرق بين القلق الطبيعي والخوف. القلق كترجمة أو كشرح له هو خوف من شيء مجهول، ما له خوف من الامتحان، هو الخوف من الامتحان هو قلق طبيعي، هو طبعا. نوع من الخوف والقلق الطبيعي. تمام. بينما نحن مثلا إذا بدنا نحكي على شو هو القلق المرضي، هو شخص مثلا عنده خوف أو رهاب من البسس،
تمام، وهو ما بيعرف اذا في بسه ورا الباب ولا لا، بس هو ما عم بيطلع، قاعد هون يومين ثلاثه وهو قلق انه في بسه ورا. دائما توقعات، عنده توقعات دائما لاشياء غريبه. نحن القلق باضطرابات القلق عندنا ما بس القلق، عن الرهابات اللي هي خوف غير مبرر، خوف الاجتماعي، الرهاب الاجتماعي، عن الرهاب النوعي من اشياء محدده، عن شيء اسمه الرهاب الساح. عندنا كثير اضطرابات ضمن اضطرابات القلق بتوقع، ما هي بس هيدي. نعم دكتور، بنشوف كثير حالات من الاهالي هن بيكونوا يمكن عندهم نوع من القلق اكثر من الاولاد. خلينا نحكي عن طريقه التعامل ونقل حاله القلق من شخص الى اخر، ممكن مو بس من الاهالي او الطلاب بحالة الامتحان، ممكن أنا أكون قلقانة من شيء ضل أحكي معك مع حضرتك فيه أنقل لك هذا الشيء. الحقيقة هذا الشيء اللي بنوجهه نحن كمان للأشخاص اللي عندهم قلق، غير أنه ينظموا حياتهم مثل ما اتفقنا، ينظموا نومهم، يكون عندهم سلة مهملات اللي عم يكبوا فيها مشاكلهم كلهم بالليل، كمان أنه هن يساووا علاقات اجتماعية مع أشخاص بيعطوهم الشيء الإيجابي. يعني نحن كثير أحيانا بنروح لعند شخص على أساسنا نسهر ننبسط، نطلع من عنده ونحن حاسين حالنا مليانين قلق. لذلك هلا بالقلق المرضي حتى نحن بنحكي على شغلتين اساسيات، بنحكي على شيء موجود مورث خلينا نقول يعني، ولكن البيئه لها دور كبير. يعني الاهل اللي قلقين دائما ودائما عم يقولوا له وين رحت اثناء، خلينا نقول اثناء فتره الازمه، في اهل اذا طلع ابنهم خمس دقائق بده يقولوا 10 تليفونات، وين رحت، وين صرت، خطفوك ما خطفوك، يعني هالافكار هيدي حتنتقل بالنهايه للطفل، وخاصه انه دماغ الاطفال ما بيوصل ل 18 سنه ليوصل ليكتمل. فنحن عندنا مشكله بهالموضوع هذا، بيئه كثير مهمه مثل ما اتفقنا، القلق دائما ينقل من خلال البيئه، وينقل من خلال طبعا نحن عندنا اذا عم نحكي على شيء مرضي عم نحكي عن نواقل عصبيه مثل الجابا امينو، يعني الجابا هو شيء ناقل كيميائي داخل الدماغ له علاقه بتثبيت الجهاز العصبي المركزي، فاذا هذا صار في مشاكل ما بيعود بتثبت جهازنا، ما بيعود عندنا قدره حتى نوقف القلق هذا اللي موجود بداخلنا. السيروتونين اللي حكينا عليه بالحلقات الماضيه اللي له علاقه بالاكتئاب كمان له علاقه بموضوع القلق، نورادرينالين، كل هدول لهم علاقه اذا وصلنا لحاله مرضيه. بس دائما حاولوا كمشاهدين، انا بالنهايه حلقه صباحيه ما عم نحكي فيها، نحن ما لنا بحلقه طبيه، انا بس بدي هن يفرقوا بين القلق الطبيعي والقلق المرضي. انا اذا بترك شغلي كاب وما بقعد بروح على الشغل بنوم عشان طول النهار اقعد راقب اولادي وين راحوا وين اجوا شو صار، بركي حدا اخذهم، بركي مدري شو، بركي صار معهم هيك، معناته انا وصلت لحالي. طب هي بدها قلق مرضي نقلت لأولادي. دكتور هي ما بدها تمرين؟ يعني بدها تمرين، يعني احنا مرقنا بظروف قذائف، تفجيرات من غير شر، يعني استجابات كانت مختلفه تماما، بس ولدت يمكن مع الايام صار عندك نوع من الـ من الـ من القلق اكثر من التاهب تماما، وحاله القلق وخاصه على الاولاد وعلى الجيل الجديد التعامل اختلف. طب كيف فينا نعمل نحن كنترول ونتدرب نحن؟ مو نعمل كنترول، الحقيقه في شخصيات، يعني أوكي. في شخصيات هي من الاصل هي شخصيات قلقه من وقت ولدت، من وقت عاشت حياتها كلها، فبنسميها شخصيه قلقه، شخصيه اكتئابيه، هي طبيعتها هيك اوكي تمام. فهيدي الشخصيه بدها شغل، يعني نحن بالنهايه ببلدنا في نقص شوي بالعلاجات النفسيه اللي يعني ما مقصود طبيب نفسي، يعني دائما بتوجهوا لعندي مثلا، بيجوا لعندي بيقولوا لي جايين بدنا دواء، طيب انا ما انتم ما لكم حاجه لدواء، انتم بحاجه تقعدوا تحكوا مع حدا وينظم لكم افكاركم، ينظم لكم حياتكم، تتساعدوا مع بعض لحتى تلاقوا حلول للقصص اللي انتم قدامها. لذلك يعني انا بنصح دائما انه يتوجهوا لمعالجين نفسيين، اذا لقوا ايمتى بنتوجه نحن لطبيب او معالج نفسي، بكل الاضطرابات دائما بعد ما بنوصف الاضطراب نحن دائما في بند تحت مكتوب يؤدي تؤدي هذه الاعراض الى مشاكل بالاداء الاجتماعي والمهني وكل هالشغلات هي والوظيفي وغيره. يعني انا شخص مثلا عنده قلق شديد بس عم بيروح على شغله، عم بيتعامل مع الناس بشكل صحيح، عم يساوي كل مهامه بالحياه الطبيعيه، فليش انا بدي اعالجه؟ تمام، فهو شخصي شغله موجوده بداخله، فدائما نفرق بيناتهم، نفرق بين الخوف اللي هو خاف من شيء موجود، من القلق اللي عم نخاف من شيء مجهول، ولكن هذا القلق اللي في خوف من شيء مجهول اذا ما كان مؤثر على حياتنا فهو مو حاله مرضيه. تمام دكتور، كثير في من عوامل خطر الاصابه بالقلق، مثل عندنا مثلا التوتر النفسي، عندنا كمان عرفنا انه هو كمان عوامل وراثيه والشخصيه كمان والطفوله القاسيه كثير من العوامل، خلينا نحكي عنها. وفي عندنا كمان للاطفال قلق الانفصال، يعني اذا يعني هذا الشيء بيصيبهم من هنا صغار
الصغار اذا الوالدين انفصلوا عن بعض؟ خلينا نحكي عن هالامور. تمام. هلا الحقيقه قلق الانفصال دخلوه هلا ضمن اضطرابات القلق، هو من معناه واضح، يعني هو تعلق الطفل بشكل زائد عن احد الوالدين وخاصه الام، يعني ما بيرضى يروح على المدرسة إلا تكون أمه معه، ما بيرضى يطلع من البيت إلا تكون أمه معه، وهذا هو القلق الانفصال. وعلاجه ليس دوائي، علاجه خلال علاج سلوكي معرفي، نقعد مع الطفل نبلش نفصله شوي شوي بطريقة تدريجية وليس بطريقة مفاجئة مثل ما بيعملوا الأهل، لا بزبطه بمدرسة وبهرب، لا المدرسة لازم يبكي تسمع. بيقولوا عادي أول يوم ثاني يوم أسبوع كل يوم بيبكي وبعدين بيتعود على المدرسة. بس أنا برأيي هذا مثل كأنه عم نزت الطفل بالمسبح فجأة. الحقيقة ممكن تزبط مع 10، بس في 10 ثانيين ممكن يصير يخافوا من المي دائما. فالعلاج المباشر هذا احيانا ينجح بس مو دائما بينجح. انا بفضل بالاطفال، وخاصه انه الاطفال مثل ما اتفقنا لسه دماغهم ما له كامل، يعني نحن الترجمه الدماغيه دائما تصل الى مناطق بالدماغ وهي بتعطينا ردات الفعل. ردات الفعل كثير منا ما لها موجوده عند الاطفال، فنحن لازم نتعامل معه بطريقه مختلفه. بتفوت الام معه على المدرسه لقلق الانفصال، بتقعد معه اول يوم، ثاني يوم تقعد اقل ساعه ساعتين، وبعدين بتبلش شوي شوي تعلموا على موضوع الانفصال، واذا ما قدروا يحلوها لحالهم مثل ما قلنا بنتوجه لمعالج نفسي. نعم تمام. دكتور خلينا هيك نحكي شوي من 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 العلاجات كيف اللي نحن بنعملها، يعني خلينا نبلش بال شو بتعملي انت؟ يعني كيف مثلا انه بشرب كاس مثلا بشرب كاس لبان وبعمل ريلاكس قبل ما انام؟ حلو. هي تمام هذا حكي لا لا حلو. خلينا نحكي بس كيف مثلا هلا نحن عندنا فحص كثير قلقانين ما عم نقدر ننام، صار معنا بيقولوا رشفه قد ما فقدنا حاله النوم وكثير عم نفكر، شو لازم نحن نتبع هيك عادات سليمه وصحيحه؟ هلا انا بمدرسه اولادي مدرسه سوا انا حاطهم، الحقيقه بعثوا لنا رساله قبل الامتحان انه في اولادكم بكير قبل بثلاث اربع ايام. يعني هي احد الشغلات مثلا اللي ما بتخطر احيانا على بال الاهل، انه انت شلون هالطفل هذا متعود يفيق الساعه 12 وينام مثلا الساعه 1 بالليل، وانت تفيقه فجاه على الامتحان الساعه 7، دماغه ما حيكون شغال، ما حيشتغل. فتنظيم حياتنا، كل شيء بحياتنا اذا تنظم بيطلع حلو، حتى بعلاقاتنا مع ازواجنا، بعلاقاتنا مع اطفالنا، ننظم، نحط حدود، دائما في حدود بحياتنا لازم نعرفها. اهم شيء كمان انه يعرفوا الاطفال او الناس اللي عم يدرسوا هلا انه الدراسه اكثر من 40، نحن ليش بالمحاضرات بالجامعه بيحطوا بس 40 دقيقه مثلا؟ طبعا بسوريا لسه، بس نحن هرم التعلم اصلا صار ما بقى في محاضرات، صار في انه انت تلقي وانت تبحث وكذا، بس يعني بس هي قمه التركيز عند الشخص هو 40 دقيقه، بعد ال 40 دقيقه ببلش يسهر، ببلش ما بتفوت معلومات كثير. انا اللي بنصحهم فيه هلا اثناء الامتحانات بعد 40 دقيقه أو ساعة إذا كان كتير هيك متحمس، بعد ساعة يقوم يلعب شوية رياضة، يمشي حوالين البيت خمس دقائق أو ثلاث دقائق بكفي، يعمل شيء اسمه تمارين تنفس، ياخذ نفس من الأنف بس يوصله لبطنه، يحس بطنه انتفخ، يرجع يطلعه من تمه هيك بطريقة بسيطة، يعني مثل ما بعمل هلا. تمام، بس ما ياخذ النفس بطريقه عميقه كثير بحيث انه يصير عنده مشكله. هذا التمرين حيساعده كثير على الاسترخاء، مثل ما قلت يلعب رياضه او مشي، المشي كثير ضروري، اذا كل ساعه ريح حاله دقيقتين ثلاثه حيوصل اخر الليل مرتاح. ننظم نومه من قبل، ما بدنا ننظم نومنا قبل الامتحان بيوم، صحيح. يعني ما بيمشي الحال قبل بيوم اجي اقول له لطفلي نام الساعه 9 وفز الساعه 7، ما لها ظابطه يعني. ننظم نومنا قبل، بدنا دائما نعطيهم التشجيع، يعني كثير من الاهالي هلا عم لاحظ انه هن عم يسببوا القلق هن بخوفوهم بكلماتهم السلبيه، تمام. يعني بيبعدوا عن الكلمات الايجابيه خلص هلا مشي الحال، يعني انا ابني امبارح تاسع بساله ليش عم تسالني، خلص مشي الحال قدمت وانا الحقيقه انزعجت من جوابه بس بالنهايه معه حق، هو كلامه صح 100%، خلص الامتحان شو رح يقدموا لي الاهل ببلشوا بقى احكي لنا واجمع لنا واطرح لنا ومدري شو، ما حيغير شيء هذا بالموضوع، يعني دائما نبحث مثل ما قلت عن الحلول الممكنه، الحلول غير ممكنه حنزتها وين؟ سليت المهملات. نعم. مثل الكمبيوتر ما بنزت كل شيء ما بدنا اياه او بالايميل بالجنك ايميل. اكيد دكتور، مثلا انت كدكتور سالت السؤال للي هلا برجع لك السؤال، اذا صار عندك قلق او لحدا من افراد عائلتك شو ممكن انت اول شيء تعمله، وكمان اذا وصلت لدرجه من التوتر الشديد يعني شو ممكن؟ الحقيقه انا لما بصير عندي قلق دائما ببحث عن الاشياء اللي بحبها وبساويها، يعني مثلا انا بحب اروح مثلا انا شخصيا بحب اروح اقعد بالكافيه مثلا واصفن تمام خمس دقائق لحالي، بيجوز يقولوا شو صار له هذا قاعد لحاله هيك، بس انا بحب اقعد اصفن مثلا، بحب امشي لي نص ساعه مثلا، بمشي هيك لحالي نص ساعه، يفضل ما يكون حدا معك
بتحبه وحدا ما بيزعجها كثير باسئلته الكثيره. كيف بدك تعمل بلوك انك ما بقى تفكر انه بس تمشي؟ ما في شيء اسمه بلوك. هلا القلق اصلا يبدا من البلوك هذا اللي عم نعمله. نحن اذا كل ما قلنا انه لا قيم الافكار قيم التوتر، كل ما زاد التوتر كل ما زاد القلق. مثل الاشخاص اللي بيصيبهم نوب تحويليه اللي بيغمى عليهم، كل ما اخذناهم على المشفى كل ما بتزيد. هي نفس الفكره، كل ما بنقول للشخص لا تفكر بشيء حيفكر اكثر. يعني انت اذا بتقولي لهم غمضوا عيونكم لكل اللي باستديو لا تفكر مثلا بشغله غريبه بالتمساح الابيض، بس يفتحوا عيونهم بيقولوا لك كلنا اجت صوره تمساح ابيض. نحن مو وظيفتنا نطرد. نحن وقت نعمل تمرين تنفس انا بقول لهم مثلا للمرضى تبعي انه انتم حيجيكم افكار اكثر، بس انتم ما تطردوا الافكار ولكن ركزوا على صوت النفس هذا اللي عم بفوت، الصوت الحقيقي. افكار هيدي غير حقيقيه، الحقيقه هي النفس هذا اللي هو جزء منك، جزء من حياتك. يعني موضوعنا كثير بسيط ولكن يختلف من شخص الى اخر، ولكن الاساسيات هي نفسها. يعني تنظيم الوقت، تنظيم علاقاتنا الاجتماعيه والرياضه، هدول ثلاثه اساسيات بكل الاضطرابات النفسيه. يعني برايك دكتور الواحد يروح لحاله مثلا يلي بيحب يقعد مثلا بمطعم يقعد لحاله انه ما يجتمع مع حدا، يعني شو بيحب يروح؟ حسب هو شو بيحب. اذا عنده شخص عنده قدرة على الاستماع الفعال، عنده قدرة انه هو ما يبلش يسأل، عنده شخص قريب منه يعني ممكن يفضفض له، ممكن يقعد معه حتى لو قعد معه ما حكوا، بس بيضل بالشعور بالاستئناس بوجود شخص جنبك عم يشاركك مشاعرك، عم يشاركك انفعالاتك، شيء حلو بالنهاية. نحن بحاجة، نحن بحاجة لأشخاص، نحن ما عايشين بالغابة، دائما بحاجة لأشخاص يكونوا جنبنا. ولكن ما في مانع، عندنا مشكلة نحن حتى بعلاقاتنا الزوجية أو بكذا ما بنسأل أسئلة كثير خاصة. يعني ممكن أنا أقول له للشخص هذا اللي قاعد معي انا هلا مالي حابب تسالني شيء، انا حابب هلا بس تحكي لي مثلا عن قصه حلوه او تحكي لي عن شيء. ما نخجل من الاشخاص اللي قدامنا لانه هو فعلا ما بيكون قصده الاساءه، هو بيكون قصده انه يساعدنا. فنحن اذا قدرنا نعطيه شويه هيك كلام نشرح له نحن شو بحاجه، دائما اشرحوا للاشخاص اللي قدامكم شو بحاجه. انتوا كابهات ما تطلبوا منكم بتفكيركم فقط. دكتور قبل ما يداهمنا الوقت بدي اسال عن القلق الموبايل. يعني نحن ونايمين بيوصل شيء من في مع انه اذا مثلا ماما اجت الموبايل شغال بالليل طبعا، مع انه اذا حدا بده يفيقنا بنضل سبع ساعات لحتى نصحى، بس اذا اجتك اي نوتيفيكيشن او اي رنه على او اي مسج. طب شو عم تنتظري؟ يعني مين اللي بيبعث لك نوتيفيكيشن مثلا بشكل عام؟ مين؟ مو انا، هي حاله كثير. هلا انا برايي دكتور الموبايل يضله شغال بالليل اصلا هو في خطوره بالاشعه طالعه وبالامور هيدي كلياتها، وينحط جنبنا فوق راسنا كله غلط فظيع. وغير هيك وهيك انه انت ليش يعني هلا انا مثلا كطبيب نفسي ما عندي حالات اسعافيه بالليل، فانا بسكره. اوكي، يعني بسكر وقت بنام. بس مثلا طبيب جراح، طبيب هذا مضطر، بس اللي ما له مضطر ليش يخلي الموبايل؟ يعني شو هالاشياء المهمه كثير اللي حتجي؟ هذا اللي اسمه تنظيم افكارنا. يعني نحن ما عم نفكر بطريقه ايجابيه انه انا شو بدي من هالموبايل حتى يضله بالليل شغال. اصلا استعمال الموبايل لفترات طويله وخاصه عند الاطفال عم بيسوي لنا مشاكل ضخمه، يعني عم بيسوي لنا مشاكل ما بيصير عنده الشخص قدره على التخيل. يعني خيالنا بينعدم، خيالنا بيجي جاهز مثل المخدرات. شلون نحن المريض مخدرات بياخذها حتى يجي الراحه جاهزه والخيال جاهز، وشو ما بده بس لياخذ هذا بيصير هو خياله جاهز. نفس الشيء الموبايل هو نوع اصلا من الادمان، الادمان اللي هو لازم نحن نتجاوزه. بس المهم قبل ما هذا، بس انا بدي ارجع على موضوع القلق هلا اثناء الامتحانات، رغم موضوعنا كان على القلق بشكل عام، بس انا حسيت انه الامتحانات هلا هي الفتره اللي شاغله الناس. صح. في احيانا صح. بعض الطلاب اللي بيصيبهم مثل نواب اعراض، الحقيقه نحن جهازنا العصبي هو ودي ونظير ودي، يعني نحن اذا قلبنا دق كثير بسرعه بيطلع جهاز ثاني بخفف دقات القلب. احيانا بعض الطلاب لما يفوتوا على الامتحان وكانوا يرسبوا رغم انهم من الاوائل، يفوتوا على الامتحان يبدا دقات القلب هيدي تبدا ايديهم تتعرى، يبداوا يحسوا حالهم حيغمى عليهم. الحقيقه اذا واجهتهم هيدي الاعراض حرام يروح عليهم الامتحان، ممكن يراجعوا طبيب نفسي او طبيب متخصص مثلا او عامل دورات بالموضوع النفسي، طبيب عام او طبيب داخليه، لحتى يعطيهم دواء بسيط. نحن انا يعني في كثير طلاب اعطيتهم دواء مو نفسي، هو دواء قلبي اللي بخفف ضربات القلب مثل الاندرال مثلا. على فكره بدول ثانيه اندرال بينفقد وقت الامتحانات هذا الدواء. بروبرنول هو تركيبه، بخفف ضربات القلب، بخفف التعرق هذا اللي بيصير عند الطالب، بيقوم هو بيقدر يتجاوز الامتحان بطريقه اسهل اذا كنا بحاجه له. هو دواء ضغط بالنهايه، ولكن ما نترك الموضوع هيك، دائما توجهوا اسالوا اسالوا. يعني السؤال ما له هو شيء معيب، بس ببلدنا ما بعرف ليش دائما السؤال بنحسه انه هو شيء ما لازم نعمله. هذا الشيء هو النقطه الاساسيه.
بس برجع ناكد القلق يهتموا بثلاث اربع شغلات، يهتموا بتنظيم نومهم، تنظيم علاقاتهم الاجتماعيه، دوروا على الاشخاص اللي هن بيريحوهم، ودائما سله المهملات نحط فيها الاشياء اللي ما لها حلول، اللي لها حلول لا نكتبهم ونبلش ننفذهم، بنكون نحن والرياضه طبعا بنكون نحن كثير ارتحنا. ان شاء الله يا ربنا، نتمنى التوفيق لكل طلابنا، والله يبعد القلق عن الكل، ودائما اسالوا الدكتور المختص. هلا قبل ما افوت بس زميلتكم قالت لي احكي على قلق الغلاء، قلت لها وين بدي احكي عنه؟ قالت بده معها ست سبع حلقات. خلص بنوعد المشاهدين انه نحكي بحلقات جايه. متشكرك دكتور، متشكر طاقتك الايجابيه، متشكر معلوماتك القيمه، ونتمنى التوفيق لكل طلابنا. شكرا اكيد لكم. شكرا كثير.